واحد بيقول هل يحق الانسان ان يغير الطائفة من الارثوذكس الى الطائفة الانجيلية حتى يخلص من زوجته النكدية صاحبة المشاكل باستمرار، ام هو تحايل على الدين؟ هو تحايل على الدين طبعا. اما زوجته النكدية دي فدي تدل على انه لم يستطع ان يختار اثناء اقدامه على الزواج، ما عرفش يختار واحدة كويسة. يعني هي كانت طيبة وذوق واخد لطف في فترة الخطوبة وتحولت الى نكدية كده فجأة، مش معقول. ولا انت السبب في انها بقت نكدية؟ ممكن. الستات هم اللي بيسقفوا على الكلام ده.